أماني شخصية كتير مظلومة بالحياة، مش بالمسلسل، بالحياة. عندها مأساة بحياتها، بكرة بتتابعوا المسلسل إن شاء الله وبتشوفوا يعني المأساة اللي بتعيشها، عن جد بتبكي. علاقتها بعبد الله صارت هي شوفير التاكسي، وانطلبت مرة لتاخدوا يعني توصلوا لمحل، ومن هون لهون صارت تطورت العلاقة لتصير بيناتهم تساعدوا بعدين بابنه. هيك صارت العلاقة بينه وبينه. بس غريب اللقاء اللي صار، واللينك اللي بينه وبينه بين عبد الله وأماني صار هو الولد اللي بالنص، يعني ابنه لعبد الله. هي لا دخلها بالإتجار بالبشر أو تهريب الناس من الحدود، وحتى تطرقوا لموضوع البنزين وتهريب البنزين وهولي كلهم وبيعهم على سوق السوداء، ما خاصة بهولي. هي أنظف من هيك بكتير، يعني هي شخص عن جد اللاوي، مؤمنة، بتصلي وهمها بيتها وعائلتها يعني. وبس اللي صار انه اللينك اللي جمعها بعبد الله، هو عنده خطه مفصول، يعني اللي وقتها بيجي من سوريا وهيك ما دخلها فيه. يعني حياتها كانه شخصيه بينه وبين عبد الله، مش حياتها مع الشغل اللي هو فيه. بـ30 حلقة الموجودين بشتي بيروت، كل حلقة فيها حدث إذا ما كان حدثين. وبلال الكاتب اشتغل على نقطة اللي هي ما في مثلاً كم حكي بالمشاهد، المشاهد منن مليانين حكي بس مليانين أحداث. هيدي قوته لبلال شحذات بالكتابة، بيكتب أحداث أكتر من ما بيكتب نص، ونحن نازلين صرت حكي يعني. والأحداث اللي بتشوق واللي بتشد العالم لتحضر لتشوف شو بده يصير. جبتي معك مصاري؟ كل يلي معي، الله يستر ما ندفعهم كلهم ما يبقى معنا شي للعملية. أول لقاء لإلي مع عابد كان بالمكتب بشركة الصباح، وبوقتها كنا عم نعمل ريدينج للنص. قلت له شغلي، قلت له أنا كتير مبسوطة أني رح مثل معك، أنه عابد فهد بمكانته وبتاريخه وبالتمثيل وبعمره إلا ما بدك تتعلم منه، يعني أنه أنا ما رح دفله هو رح يدفلي. فهمت قصدي؟ يعني أنه بالخبرة اللي هو عنده إياها. شغلي قلت له إياها، قلت له بليز أنا موجودة، إذا أنا عم مثل معك إذا شفت في شي غلط صلح لي. طلع هيك ابتسم، قلت أنه ما بعرفه بعد لعابد، يعني أنه شو هي هالنظرة اللي عم يعطيني إياها يعني. قال لي ما تعتلي. سوري بس ما بدك تنزل؟ أنا ما بقدر أدخل على المخفر. ليش؟ على السات بيصلح لي، يعني مثلا بيقول لي عيديا قوليها هيك، خذي هيدا النفس هون، يعني عم بيساعدني كتير، وأنا كتير ممنونت له لهيدي الخبرية وبحب أتعلم منه، يعني لأنه عابد فهد بالنهاية، يعني من مين بدنا نتعلم إذا ما تعلمنا منه؟ طيب إذا بدك خليك، أنا بفوت. بصفتك شو؟ بلون أني أمه. أمه؟ خالته، عمته، شو بعرفني، بختار لهم شي خبرية. اللي سمعان is a sweetheart. مش معقول يعني شخص ما عنده غير positive vibes يعطيك هون على الست، ما في توتر، قد ما بيكون هو معصب ما بيطلعون لبرا هيك رواء. مش معقول هيدا الشخص قديش طاقته إيجابية، وهيدا الرواء، وهو هيك فيك تقول عنده رقي بالتعامل مع العالم، يعني اللي كتير لذيذ. مين؟ أنا أماني. أنا إلسا زغيب، عم بلعب شخصية أماني بمسلسل شتي بيروت، ورح ينعرض قريباً على شاهد في IP.